وهذا امتحان نموذجي فيه كاع الأسئلة اللي ممكن تتوقعوها تطيح في الفصل الأول لتلاميذ السنة الأولى متوسط. يمكن هذا السجل يطيح لكم، هي المتوقعة عن الأم أو الأب، الحياة العائلية. هذا هاوين النص، ديروا له كابتير وحاولوا تحلوه. هذا هو النص، ديروا له كابتير. أسئلة: السؤال الأول، هات عنوان مناسبا للنص. متى خرج العجوز إلى البحر؟ أذكر عبارات تصف الجو العام. اشرح الكلمات الآتية، كلمة تشرحهم. استخرج من النص ضمير منفصل ثم أعرب. ضمائر منفصلة قريتها، أنا، نحن، أنت، والمتصلة تكون متصلة بالاسم أو الفعل. استخرج من النص اسم إشارة ثم وظفه في جملة. اسم إشارة لا قريتها، وإذا ما قريتوهاش متحلوش هاد. ما نوع النص، أهو شعر أم نثر؟ استخرج من النص أسلوب وعلل. اكتب فقرة لا تقل عن 10 أسطر تصف فيها مشهدا طبيعيا غاية في الجمال، موظفا ضميرا متصلا بالفعل وأسلوب تعليل. هنايا الفقرة جو بونس يعني نظن غادي تحكم عن الأم أو الأب والحياة العائلية بصفة عامة، يعني وجدوا تعبير عن الأم والأب، حفظوه وكتبوه أو تكونوا معلومات عن الحياة العائلية. مهم يكون عندكم معلومات عليها. نوفيكم بالحل في المرة القادمة إن شاء الله. دوك حاولوا تحلوا بعد قليل، نوفيكم بالحل. هاوين الحل تلاميذي الأعزاء. العنوان: العجوز والبحر. خرج العجوز إلى البحر بعد غروب الشمس. عبارات تصف الجو العام. الإجابة ضيق الوقت، ديروا لا كابتير ديكون، شوفوا الاجابه تاعكم. نورمال ما يتبان شرح الكلمات هنا. استخرج ضمير متصل من النص واعرب. الاعراب تاعو عزمه ضمير متصل مبني عظم في محل جر مضاف إليه. استخرج اسم إشارة وتوظيف في جملة مفيدة. اسم الإشارة: هذه أعجبتني هذه اللوحات الفنية. توظفوا في جملة. نوع النص: أصلا نثر. النص هذه قريته أنواع، كيكون شعري يكون أبيات شعرية، وكيكون نص نقوله نوع النص نثري. أو تعليل بالنسبة للفقرة هاي هنا. لا كابتير ديكون. تعليل يعني تستعمل فيه كلمة لأنه هنا تعلل. ليركم الأخضر هنا. كان هذا النموذج الأول، سنوفيكم بنماذج أخرى إن شاء الله. مدى بكم البرتاج والجيم لكي نستمر في المزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.